احسن ممثل درامي في تونس حتى من غير ما تقولها. عندك علاقة حب مع بورقيبة؟ هل إدمانك المخدرات هو سبب من أسباب الأزمة المالية اللي تعديت بها وقتها؟ اللي مارس عليك العنف مفروض يشد الحبس. أي صحيح. فما زوز أعمال كبيرة تم اقتراح اسمك فيهم وتم سحب اسمك، هل استقلت أنت؟ أي استقلت طبعا. استقلت ولا كونترات وكوفي؟ يا أخي مهبولة، فما شكون يصيب أمريكا ويجي لتونس تو؟ بصراحة جمالك كان نعمة أم نقمة عليك؟ كي تلخص نص نص. من شاب ضايع بالليميت كان ينجم يولي ديلانكو، فقد الثقة في روحه، يجيك شخص يقول لك برافو، عندك ستيم ما سمعتهاش كلمة برافو. سلوى محمد في مناسبة عائلية في الحلفاوين وين سكنت حضر فيها علي شورب، وكي شافك عجبته برشا، نجم تقولي شنو عقلك وقتها؟ داخت هي في الدار وهي وحدها، وجاب ربي أنور خويا معاها، معناها داخت ومن حامل للإسعافات، خاطر يعرف في سكو قراها زادة في قرايته. يوم مشيت لروما خليتك محرومة، زهري حط همومة واللي بنيت وراح. يا خويا وتقلب القعدة حزن، ولا عدوش في شبكي، قال لي أنا محروم باش ناكل البلابي، أنا شاهي طرف هريسة، شاهي طرف كفتاجي، ما نجمش ناكلهم، أنا مرض بتاعي يمنعني، هذا طرف ماء وخضرة. قال لي مشكشك. سونيا اليونسي تعرضت قبل للهرسلة من أستاذ في معهد أذاها نفسيا وهرسلها مقابل يزيدها في النوت. هذه المعلومة هذه بالذات قلة قليلة اللي يعرفوها. ظفر عبيدين نو أحمد خير يعني دلوة أحمد سمحني ظلمتك أنا قبيلي قلت لك مغرور ولاد مفيدة ما تفرجش فيه. مشيت وانا ما نعرفش شكونهم بدر وشكونهم الاولاد ما فهم حد طلبك استدعاك. اي واضح رغم اللي اغانيك دور وناجحه. اي ما ولا انا لو جاتني الانفيتاسيون ما كنتش بالعكس كنت نفرح بها. سبب من الاسباب انك ماكش في العاصمه. يا انتي حيال علاش ما حسبتيناش سويه يا 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 اكثر مره ريت ترمو في حفله طرت حكيت 400 شنو 1000 دينار 590 مليون اللي سلم بك الفيسك موش 590 قديش 568 عودنا 73 مرة فعندنا ممثل صديق زادة ما نحبش نذكر اسمه باش ما نحشموش في السيكونس هيك الكاسكروت قرابة 36 كاسكروت أنا نتكيف سيجارة عمل 3 بكويت والهنا نحب نقدم تحية للعجول العجل ونقول لهم اللي هما على الأقل عندهم كان لسان أزرق أما إحنا كل شيء أزرق عيشة زرقة نهار أزرق خدمة زرقة ومغير ما ننسيه بطبيعة حال السؤال الرئيسي ويني فرقة الفنون الشعبية ويني الحوك مرة رشيدة الأسود مقروني بالحقية الأسود مقروني الأسود مقروني ديما لاباس مع نوفل الورتاني كل نهار سبت 9:15 متاع الليل على 9:00